أحراث. شو عم يصير؟ من هون سيادة الرئيس. قلتوا أمنوا البناء، لا تتركوا أركان الدولة بدون حماية. تعملوا كل شيء بيقوله مراد على مدار. سكروا البواب كلها، ما حدا يطلع من هون. من هون سيدي. خلصوا علينا. انت لا تشغل بالك، هي رح تكون خطه جيل وما رح يبقى ضروره لهذا الاحتمال. بس بفرض صارت مشكله وما قدروا يطلعوا من جوات البناء لبرا، وقتها رح توجههم ليطلعوا كلهم من الباب الوراني. مفهوم سيدي. منهرب اركان الدوله من الباب الوراني. المراد على مدار لا تطلعوهم، يعني ما رح نطالعهم. مراد على مدار متمترس على الباب وما عم نقدر ندخل من هالجهة. لاقي حل وفجر الباب. سيدي الابواب كلها مصفحة منيح، ما رح تتأثر. عمول اللي قلت لك عليه، لما بتضغط شوي على الباب رح يطلعوا من ورا خايفين. اعطوني الأربيجي. إرثوي وينه؟ معلم ما شفته. هاي الشغلة فيها إنا لازم يكون إرثوي هون. أنا رايح على الجهة الورانية. ليكو رح يدخلوا لهون، رح طالعكم من الباب الوراني. الكل يتوجه على الباب الخلفي. وقفوا 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 بمحلكم، من هنيك أخطر. وقفوا